السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعين قناة نوفا كيتشن، شرفتوني ونورتوني. الجو برد يا جماعة، محتاج فراخ كده مشوية، مسلوقة ومشوية، وحلة محشي كده في الشتاء تدفي. طريقتنا اللي متعودين عليها في مصر طريقة بسيطة وعادية، تسبيكة وخضرة وحاجات كده ايه جميلة. عندنا راس ملفوف ما بيخلصش من عندنا، لا صيف ولا شتاء موجود، بس جمال طعمه في الشتاء. بنشيل الراس ونقور الحتة البيضة اللي جوه دي، اللي باقي من الراس بالسكينة، هي قاسية شوية بس معلش، المهم هناكل طبق محشي في الشتاء ده. هنقورها خلصي بقى اطلعي. هاي طلعت معانا، نجهز لها حلة فيها مية تغلي على النار. الورق ده لو عرفنا نشيل منه نشيل، ما عرفناش مش مشكلة، هيفك مع المية ان شاء الله. المية بتغلي على النار، نحط فيها معلقة كمون محشي، يعني كمون ومعلقة ملح، ونسيبها تغلي. ننزل بالملفوف مكان ما شلنا الراس، وبعد يعني 5 دقايق او اكتر لما كده نقلبها. نحط الحلة التانية ونعمل خلطة المحشي، حاطة فيها زيت، ونفرم بصل ناعم وننزل فيها، هنشوحه بس مش هنحمره. تشويحة كده خفيفة. احنا الملفوف حاطين ينسلق طبعا، هنقلبه زي ما حكينا، وبس نمسك الورقة نلاقيها بقت طرية شوية نشيل ورقة ورقة براحتها خالص على مية باردة. في طبق كده جنبنا حاطين فيه مية باردة ونشيل براحته لما نخلص الكمية كاملة. البصل دبلناه شوية، نزلنا عليه بتوم. في ناس ما بتحبش التوم على الملفوف، براحتك، بس هو جماله بقى بالتوم والبصل. بصراحة نتسيبه يتشوح برضو. الورق خلاص خلصناه، نقطعه نشيل العرق. العرق ده مش هنكبه، خليه على جنب، هعرفك في الاخر ليه. الورق عملناها رول وقطعناها على قد الصباع، تحب الصباع يكون طويل شوية، صغير، كبير، زي ما تحبي، قد المحشي ما بتحبيه قطعيها. هنقطع كمان واحدة ونشوف، نشيل العرق كده بالراحة ونلف الورقة. ونقطعها لحد ما نخلص الكمية كاملة، يبقى كده الورق معانا جاهز. نرجع بقى للتسبيكة. بعد ما تشوح البصل والثوم ننزل بمعلقتين ثلاثة صلصة، واكون انا بقى مجهزة طماطم حمراء وتكون طرية كده للمحشي، ونفرمها في الخلاط جاهزة معانا. شوحنا البصل والثوم ومعلقتين الصلصة، ننزل بعصير الطماطم وقلبي بقى. كل ما تكون الصلصة دي زيادة كل ما كان طعم المحشي زاكي. هنقلبها ونغطيها ونسيبها بقى تتسبك براحتها. نرجع للفرخة اللي هنحمرها، اللي هنسلقها ونحمرها. مية مغلية على النار، هنحط فيها بصل، ثوم، بندورة، ورق لورا، فلفل اسود، كمون، وبهار مشكل، وهيل، وجوز الطيب، ودلعيها. لا مش مشكلة، جوز الطيب. حطينا الفرخة وغطيناها تتسلق. هنا التسبيكة خلاص خلصت، حطينا الملح، نحط بهاراتنا، بهار مشكل، بابريكا، كمون، وفلفل اسود. عندي نعناع ناشف ما بستغناش عنه للمحشي،
دايما مجهزة للمحشي، بحط معلقتين نعناع ناشف. خلصت التسبيكة تمام، نغسل الرز ونصفيه ونحط عليه بقى ايه التسبيكة. نكون مجهزين بقى معانا خلطة تانية سحرية، بقدونس وشبت وكزبرة، التلاتة مع بعض طعمهم خيال. نغسلهم ونخرطهم ناعم ونحطهم على الخلطة دي. نجهز الخلطة معانا والورق كمان جاهز معانا، ونبتدي بقى نلف أحلى محشي لأحلى شتاء. احنا قلنا بقى العروق مش هنكبها، بنقطعها قطع صغيرة خالص ونحطها في القاع تحت الصوابع المحشي، نلفها كده. انا بحب الف على ايدي بصراحة، يعني بستسهل. هاي العروق اللي في الحلة، وهي الصوابع المحشي بقى ايه الصغيرة الجميلة دي، حاجة كده جمال والله يا جماعة، هتعجبكم والله الطريقة دي. نلف الكمية كاملة ونحطها ونجهزها بقى ايه على التسوية. من مرقة الفراخ اللي سلقناها دلوقتي وهنحطها عليها، ما نخليش الطبقة اللي فوق تتغطى بالمرقة، لا يعني تحتها بحاجة بسيطة كده يدوب نكون ظاهرة، ونحطها على النار. هي الفراخ استوت تمام، بطلعها تحت الشواية في الفرن، بدهنها بمعلقة كاتشب أو معلقة صلصة، بشوية ملح، بمعلقة زيت، بدهن الفرخة وبنزلها تحت الشواية، بتدي لون وطعم خيال. هناخد من المرقة زي ما قلنا ونحطها على الملفوف، وعيش حياتك بقى على الغاز، يعني استوي براحتك. أول شوية بنكون النار عالية وبعدها بنهدي النار، تستوي براحتها، سيبها بقى تستوي. الفراخ اتحمرت والمحشي استوى، يا جماعة طعمه خيال، والشوربة عملنا لسان عصفور طعمها خرافي. أتمنى يكون الوصفة خفيفة ولذيذة وتعجبكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وحاجات كده ايه دعم، يعني من الآخر شرفتوني. لكل من شاهد القناة، قناة نوفا كيتشن، أتمنى تكون خفيفة وظريفة على قلوبكم.